لكل أصدقائنا في ألمانيا، دنمارك والسويد. من نحب نعيكم على عرض فازي مازو توتي مع المندلينة والبطيخة اللي راح يصير في مدينة برلين، كوبنهاجن، يوتيبوري، هنسنبوري وستوكهولم. عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم فوق كل التفاصيل الحصول على التذاكر، وإحنا منتظركم. إلى اللقاء مرة واحدة وخلص. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج توتي فروتي، واليوم جبت لكم صديق أنا كثير بحبه. شو اسمك أنت؟ نور. نور؟ قديش عمرك يا نور؟ 8 سنين. بدي أسمع منك كلياتكم 8 زقفات لنور. 1 2 3 4 5 6 7 8. نور، أنا وياك اليوم بدنا نحضر بوزة على توت وموز. إحنا بحاجة لتوت ولا موز ولا برتقالي. أول إشي بدنا نعمل هيك، أنا بدي أطلب منك يا نور تأخذ هدول التوتات الكبار تقيم منهن الأمعة الخضراء. عبين ما نور عم بقيم الأمعة، أنا بدي هقيم هاي هون هيك. بعمل هيك بالنص. بعد ما عملناها على النص بنحطهم هيك. ما اشطر نور، شو هذا بيطلع لك زقفة حامي. نور، انت بتحب بوزة على طعمة شو؟ توت. على طعمة طعمة ايش؟ توت. عم جد انت بتحب التوت والبوزة على طعمة التوت؟ طب وبتحب توت ايه؟ وانا كمان بحبك يا نور حبيبي. انا بحاجة لموزي، مش فوزي موزي موزي لحالها. بدي اعطي نور سكيني اللي هي مش حاده بالمره. هاي سكيني من الخشب، خد نور. واو شو هذا نور، كيف بقسم مقشطره. هسه احنا بحاجه لبرتقالي. انا في شغله ولا قلت لكم اياها ولازم نقولها كثير مهمه، انه هاي السكيني كثير حاده وممنوع احنا نستعمل هاي السكيني. لازم او الماما او البابا او التيتا او سيدو يستعملوها، واحنا بنفع نستعمل او سكينه البلاستيك او الخشب. نور ساعدنا نعصر البرتقاله، امسك انت كمان. هذا شكله حريف، بعرف يعصر منيح منيح. توتة اي بوزه بتحبي؟ انا بحب بوزه التوت كمان كثير، بحب بوزه التوت اللي بتكون على ثلج، بتكون مسقعه كثير كثير بتبردنا واحنا بفصل الصيف. لسه بعد ما نور قسم الفواكه وعصر البرتقالي، بدنا نحط جميع الفواكه بقلب الخلاط. بدنا نطلب من الماما او من البابا او من التيتا او من سيدو يساعدونا، لانه هاي اجهزه كهربائيه واحنا ممنوع نلعب بالكهرباء. بالكهرباء بنصير تمام. شاطر، برافو. جاهزين؟ واو اضحك يا نور شوي صغيره. واو انت عم تصوت معنا. صح. شو عملك الدوم منا عن جد؟ واو. لسه لازم نجيب هذا الوعاء المخصص للبوزة. هذا الوعاء هون بيكون شايفين فاضي، منعبي فيه العصير اللي حضرناه، ونمسك هاي العصاية البلاستيكية ونفوتها بقلب الثلاجة. برافو نور، هذا نور المشهور تعرفوه. خلص بكفي. فكرة هذا عصير البرتقال طبيعي بدون ولا إضافة ولا سكر ولا محليات. بدنا نحط توتي، بنقسمها هيك وهيك وهيك وهيك. صح زاكي؟ واو شوفوا التوتات محلان كيف طلعوا لفوق. هاي هي البوزة اللي حضرناها أنا والنور المشهور. لسا بده يمسك نور هذا الوعاء ونحطه بالثلاجة لمدة 5 ساعات. مش تضلكوا تسألوا الماما وينتا وينتا وينتا، 5 ساعات لازم نستنى. طيب تحلوا في الصبر، يلا تعال حطها هيك. شكرا نور. طيب نور تعال نستنى استنى وياك عبين ما البوزة تزبط. يلا الساعة، شو مع الساعة؟ يلا عم نستنى البوزة. وهسه بدنا نطلع البوزه من قلب الثلاجه. ثلاجه ترا. البوزه اذا كانت ملزقه شوي صغيره لازم نحط عليها نتفه مي من هون، نتفه صغيره صغيره مش كثير عشان بالاخر تطلع البوزه. طيب
بدنا نميلها هيك. شوفوا محلاها البوظة. بس بدنا نطلع هاي اللي مع عصير البرتقال وحبات الشوك. توت. حبات الشوك شوف اللي حبيتي. البرتقال وهيك. كل العالم رح تصير بناديك نور المسور. اضرب كف اضرب اضرب. نور انت اي بوظة شو عبالك تاخذ؟ توت. بس هاي توت مع شو حطينا؟ موز. توت وموز. يلا خد هاي. وانا عشان بحب عصير البرتقال والحمضيات كثير كثير بدي اخذ الحمضيات بدي اخذ اللي معها توتي. يا ولاد وبنات انتوا كمان بتحبوا تحضروا بوظه زي انا والنور المشهور؟ حضروا بوظه وتقدروا تستعملوا اي فاكهه بدكم اياها. بنفع مانجو، بنفع موز، بنفع توت، بنفع كيوي، بنفع بطيخه. واحنا ونور بنحبكم كتير كتير. تنسوش تكبسوا على كباس السبسكرايب مرة واحدة وخلص. مرة واحدة وخلص. إلى اللقاء. يلا تعالوا نقدم. راح نعمل حفلة. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على السبسكرايب مرة واحدة وخلص.